اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده سفره محبوبه جدا. مؤخرا بقى فيه رز مشهور جدا اسمه ريزو. الرز ده بيبقى ليه تتبيله معينه كده ولون مميز جدا وعليه كرانشي تشيكن. في العادي بتاعنا بنجيب الفراخ الستريبس وبنقعد بقى نتبلها وننضفها ونعملها طبقه تغطيه ونقعد نستنى ان هي تبقى قادره ان هي تدخل الزيت تتحمر من غير ما تفك معانا. فالنهارده كوكي عملوا لي حل حلو قوي. انا هعمل الرز الريزو وهعمل الصوص بتاعه في البيت، بس هعمله مع تشيكن ستريبس كوكي وتتحمر في اقل وقت، اقل من 10 دقايق ابقى مخلصه الفراخ، اعمل الرز بتاعي في ربع ساعه، يبقى انا عندي كده ريزو بيتي حلو جدا بكرانشي تشيكن كمان زي بتاع بره بالظبط. تعالوا نقول مع بعض المقادير ونقسمها ونبتدي نشتغل فيها على طول. عندي للرز الريزو اللي بستريبس كوكي عندي ايه؟ عندي الدجاج عبارة عن عبوة كوكي تشيكن ستريبس اللي هي العلبة الزرقاء. العبوة عبارة عن لحم صدور صافي 100% 400 جرام، كرانشي جاهزة ان هي من غير اي اضافات، من غير اي توابل، من غير اي حاجة، جاهزة ان هي تدخل الزيت تطلع تبقى مقرمشة وحلوة جدا. تقدميها مع بطاطس، تقدميها زي كده مع ريزو، تقدميها مع باستا، تنفع مع حاجات كتير جدا، ينفع تتعمل ساندوتش، كذا حاجة نقدر نستخدم فيها تشيكن ستريبس كوكي. الصوص بتاعي عبارة عن ايه؟ الصوص عبارة عن كوب كاتشب، معلقة كبيرة عسل نحل، ده صوص الريزو، معلقة كبيرة عسل اسود، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة خل، رشة ملح وفلفل وبابريكا، توم وبصل بودرة، ربع كوب باربيكيو صوص. الرز بقى عبارة عن ايه؟ 2 كوب ارز بسمتي مش مغسول ومش متصفي ولا اي حاجة، فريش كده زي ما هو، بس لو النوع انتوا مش واثقين في جودته اغسليه مرة واحدة بس وصفيه. 3 صدور مكعبات صغيرين جدا جايباهم من كوكي فريش، خليت عملت الصدور بتاعتهم، شلت العظم وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين لونها حلو قوي وفريش. 3 بصل مفروم ناعم، 2 معلقة صغيرة سكر بني، ولازم سكر بني عشان يعمل الكرملة بتاعت الرز، رشة ملح، فلفل، كركم، كاري، بابريكا، زبدة وزيت، 4 أكواب ماء. هجيب بولة وهبتدي احضر الصوص، وفي الوقت اللي انا بحضر فيه الصوص هبتدي اشتغل على طول على الرز، اشوح البصلة بتاعته لحد لما نحضر الصوص مع بعض. عندي زبدة هحطها وهديها شوية زيت عشان ما تلسعش، وأول لما الزبدة والزيت يسيحوا هنبتدي على طول نشوح البصل. سيبهم يسخنوا كويس وبعدين نشوح البصل. عندي دلوقتي ايه؟ عندي الصويا صوص. المكونات بقى بتاعت الصوص اللي كلنا بنبقى مش عارفين هو مكوناته ايه وليه طعمه مسكر على حادق كده، هو مكوناته سهلة جدا بس محتاجة ان انت تبقي المعايير ظبطاها بالظبط. يعني لو مكتوب نص كوب يبقى نص كوب مش بالتقريب. يا ريت ننزل تاني مقادير صوص الريزو على الشاشة وانا شغالة كده. عندي كاتشب، عندي صويا صوص، حطيت باربيكيو صوص، وعندي عسل، وعندي بابريكا، وعندي خل، وعسل اسود، وعسل أبيض. ملح وفلفل. طبعا كل الصوصات اللي احنا حطيناها دي بيبقى فيها شوية من الملح، فلما تيجي تزودي الملح حاجة بسيطة بلاش تأفوري قوي فيه. كده خلصنا الصوص بتاعنا وهنقلبه كويس جدا كده، وهيديني لون الريزو اللي احنا متعودين عليه، اللون النبيتي الفاتح ده، هو ده. ده بقى من خليط العسل اللي هو الابيض والاسود والمكونات اللي احنا قلنا عليها. بصوا كده
عندي دلوقتي البصل بتاع الرز، الزبدة سخنت، انزل عليها البصل واقلب كويس قوي كده، والزيت بتاعي بيسخن عشان احمر فيه الستريبس، هستناه يسخن كويس علشان ما تنزلش تشرب زيت، واسيب البصل يتشوح واشيل مكونات الصوص اللي خلصت. وابتدي اشتغل هنا على الفراخ بتاعتي اللي متقطعه مكعبات. الفراخ دي هي اللي بتدخل جوه الرز، دي غير الفراخ اللي بتتحط على الوش. الفراخ اللي بتتحط على الوش هي الستريبس اللي بتدخل جوه الرز، اللي بتبقى قطع صغيره جوه الرز، هي دي بقى، دي بنقطعها صدور مخليه او وراك مخليه مكعبات صغيره. بتاخدي الصوص بتاعك بتقسمي جزء للتقديم وجزء لتتبيله الفراخ، واحسن طبعا ان انت تسيبيها فيها شويه عشان تاخد طعمها ويبقى الطعم قوي فيها كده. اول لما البصل يتشوح تشويحه بسيطه مش يدبل، ما بيبقاش خلاص اصفر، تنزلي على البصل على طول بالفراخ اللي انت متبلاها اللي هي جوه الرز زي ما قلنا مش اللي بره، انزل عليها كده علشان عايزه تاخد تشويحه البصل وهو بيتشوح، يعني مش عايزاه هو يستوي وبعدين ابتدي احط الفراخ، لا عايزاهم ياخدوا التشويحه كده مع بعض. هسيب كل ده بقى يشتغل كويس قوي كده واشوف معاكم الستريبس بتاعت كوكي. عندي دلوقتي العلبة الزرقاء اللي فيها الستريبس الجاهزة للقلي، عندي اهي بيبقى ده شكل القطع مقرمشه، باين طبقه القرمشه لازقه فيها كويس قوي، مفيش حاجه فاصله زي ما انتوا شايفين. هنزل في الزيت كده الكيس الواحد، العلبه الواحده فيها 6 قطع، طبعا دول هيكفوني حلو قوي مع الريزو بتاعي، وهيوفر علينا مجهود ان احنا نحضر الستريبس. يعني هو صعوبة الريزو في الصوص بتاعه في ان انت تعملي الكرانش تشيكن اللي فوق زي بتاعت بره، فطبعا مع كوكي انت كده هتبقي بس محتاجة تعملي الرز والصوص وده اسهل حاجة. عندي دلوقتي بقى الفراخ بتاعتي ريحة الريزو انا شماها من قبل لما احط الرز، الفراخ الصغيرة بتبقى جوه الرز خلاص ابتدت تستوي، مش استوت 100%، هحط لها دلوقتي الرز بتاعي كده اللي قلنا ان هو يفضل يبقى مش مغسول لو النوع كويس، لو النوع انتوا مش واثقين فيه تشطفيه مره واحده بس. هقلب كده كويس قوي الرز مع الفراخ قبل لما ازود له اي بهارات، احسسه بس كده بالفراخ وبالصوص اللي انا متبله بيه الفراخ، وبعدين بقى ازود براحتي البهارات والميه واسيبه يستوي كده. انا قلبت الرز بتاعي في الفراخ وبجهز دلوقتي الستريبس بتتحمر في الزيت السخن، هطلع فاصل سريع وارجع لكم انا وكوكي نكمل ريزو مع بعض، استنونا. ورجعت لكم بعد الفاصل وعايزه اعيد معاكم تاني مقادير الرز. قلنا هنحط للرز 2 كوب رز بسمتي، 3 صدور مكعبات صغيرين من كوكي فريش، نقطعهم يا وراك يا صدور، ويفضل صدور وتبقى مكعبات صغيرة. هتاخدي جزء من تتبيلة الصوص تتبلي بيها الفراخ، مش محتاجة تعملي تتبيلة تانية، يعني الصوص اللي احنا عاملينه ده هنقسمه 3، جزء لفوق للرز من فوق خالص بعد التقديم خالص، وجزء نتبل بيه الفراخ، وجزء يكون معانا زيادة لو حسينا ان الطعم محتاج ازيد او مش اقوى حاجة فنزود منه تاني. وممكن طبعا الصوص ده يبقى جاهز عندك بكمية كبيرة تطلعيه بس على طول مع الاستخدام، بقى تتبلي بيه تعملي بيه رز لوحده تعملي بيه تشيكن يبقى جاهز معاكي. وعندنا 3 بصلة مفروم ناعم، 2 معلقة صغيرة سكر بني، رشة ملح، فلفل، كركم، كاري، بابريكا، زيت، زبدة، 4 أكواب مية سخنة. عندي دلوقتي الرز بزود عليه ايه؟ بزود عليه السكر البني عشان يعمل الكرملة اللي احنا متعودين عليها بره،
رشة الفلفل الأسود، ونخلي بالنا إن احنا متبلين بالصوص اللي فيه برضو بهارات، فواحنا بنحط البهارات نبقى ايدينا خفيفة كده، ما نزودش قوي علشان ما فيش حاجة تبقى طعمها حاد كده في التتبيلة بتاعت الرز. والبابريكا، رشة الملح، هدي للتوابل دي شوية مية صغيرين، اقلبهم كده. انا كده بعيني الرز لسه محتاج اضافة من الصوص بتاعي، عشان كده قلتلك هتقسمي الصوص بتاعك لثلاث مقادير. انا كده لونه بالنسبة لي لسه فاتح شوية، هحط كده شوية من الصوص وهقلب كويس قوي كده. دلوقتي هما اتشوحوا كويس قوي. طبعا الرز البسمتي بياخد ايه، بياخد كوباية قدام كوباية رز قدامها كوبايتين مية، بس انتي حاطة صوص وحاطة حاجات فيها مية كتير، فكده الكوباية هيبقى قدامها كوباية ونص بس، علشان احنا اوريدي اخدنا من مقادير المية في الصوص، ودلوقتي لما ضفت مية عشان ادوب البهارات فهقلل نص كوباية في كل معيار لكل كوباية رز. نزل كده. كده انا ضفت له السوائل بتاعته كويس قوي، هقلبه كده كويس وادخل كل المقادير في بعض كده بالراحة، وطبعا على نار عالية لحد لما يتشرب ميته زي اي رز بنعمله، وبعدين على نار واطية. اول لما يتشرب ميته نسيبه يكمل التسوية بتاعته على نار واطية. شوف مع بعض الستريبس كده، بصوا جمال لون الستريبس والقرمشة بتاعتها جميلة ازاي، ماسكة نفسها وقطعة كبيرة حلوة مش صغيرة خالص، عشان الناس اللي بتشتكي انه دايما النص مقلي بيبقى بتكش كده وبتبقى صغيرة، زي ما انتوا شايفين لونها ذهبي وجميل ومقرمشة حلوة جدا وقطعة كبيرة جدا. انا بحب اقدمها فاتحة كده، وزي ما قلنا ان تشيكن كوكي ستريبس ما بتاخدش وقت خالص في الزيت وما بتاخدش وقت خالص في التحمير، ودي من الاحلى الحاجات ان الحاجة تخلص بسرعة كده فما تحسيش انك تعبانة. حلوة قوي قوي كده، مش شاربة زيت ولونها جميل. هحطها كده على الريز وفوق، هتبقى وجبة كاملة في اقل وقت. طبعا لو عندنا عزومة في رمضان وعملنا مثلا صينية كبيرة جدا فيها رز وعليها التشيكن ستريبس دي كتير كده، تبقى وجبة مختلفة بعد الأسبوع الأول اللي بيبقى فيه طواجن كتير وأكل مليان دهون، تبقى وجبة سهلة تريحي بيها يوم، تبقى حاجة لذيذة جدا. كده أنا حمرت الفراخ بتاعتي، ودايما بحب أسيبها دقيقتين كده على المنديل بتاع المطبخ علشان تنزل الزيوت اللي فيها، أيا كان حتى لو زيوت صغيرة تقعد كده تصفي زيتها. وعندي الرز بتاعي بتشرب ميته، هطلع فاصل سريع ونرجع نقدم الريزو مع بعض بأسهل طريقة، استنوا. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعايزه اوريكم بقى شويه حاجات بسيطه قوي تعملوها في الوصفه دي عشان تطلع شكلها زي بتاعت بره بالظبط. عندي الاطباق دي بتتباع بره دلوقتي بسهوله جدا تلاقيها، هتجيبيها عشان تحسسي الولاد ان هم جابوها من بره بنفس طريقه المطعم المشهور اللي بيعمل الريزو. فدلوقتي انا جبت الاطباق دي، هحط بقى الرز بتاعي. بعد التسويه بيبقى ده شكله، بيبقى ده لونه وده شكله، بيبقى لونه مصفر كده والفراخ داخله جواه زي ما انتم شايفين. باخدها كده وافردها، يعني نحاول ان هو الرز يبقى لحد فوق كده. ومفلفل وجميل جدا، وقطع الفراخ الصدور المخلية من كوكي فريش الصغيرة دي جميلة جدا جدا، بتدي طعم حلو جوه كده ان يبقى فيه فراخ واخده شوربه الرز وطعمه، وفي نفس الوقت عامله كرانشي تشيكن فوق. فهو رز جميل ومشهور جدا وغالي جدا بره، وممكن تعمليه في البيت زي كده باسهل طريقه. واقدم كده
حلو قوي كده. هعمل ايه دلوقتي بعد لما حطينا الرز كده مع بعض؟ هاخد دلوقتي الستريبس بتاعتي كده من كوكي واحطها كده قطعتين كده في كل طبق. القطع ضخمة جدا فهما قطعتين حلوين قوي مع كل طبق. عايزة تقطعيها بقى مكعبات ممكن، يعني في ناس تاني بتقدمها مكعبات صغيرة كده، فانا برضو عايزة اوريكم شكل الفراخ وقد ايه هي مقرمشة. ممكن نعمل طبق كده متقطع مكعبات، هنزل كده بالسكينة. طبعا سامعين صوت القرمشة جميلة جدا. واقطع قطعة تاني كده. ففي طريقتين، عايزة تقدميها كاملة يا تقدميها متقطعة كده، كل ده ممكن. واخد كده الصوص بتاعي احطه على الوش. يبقى احنا قسمنا الصوص لثلاث حاجات، لتتبيلة الفراخ وللرز وللوش بتاع الرز لما يخلص خالص التقديم يعني. كده نكون خلصنا مع بعض النهاردة رز ريزو حلو قوي مع تشيكن كوكي ستريبس. تشيكن ستريبس من كوكي، من غير ما نحمر، من غير ما نقعد نعمل تتبيل تغطية، من غير ما نتبل وننظف وكل الحاجات اللي بتاخد وقت مننا في المطبخ. كوكي سهلت عليا ان انا عملت الرز بس وحمرت الفراخ، جبتها وحمرتها على طول، ما خدتش اي وقت، ما روحتش اشتريت فراخ نيه وقعدت اغسلها واتبلها، حطيتها على طول طلعت لي مقرمشه. عملت بيها الريزو، وصفه جميله ومحبوبه وسهله، وينفع تجربوها وتقولوا لي رايكم. انا وكوكي هنستنى رايكم على السوشيال ميديا، وتستنونا في حلقات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.